محمود الخطيب كان أسطورة صعبة تتكرر، نجم لمسته للكرة مختلفة عن أي لاعب تاني في تاريخ مصر، وأهدافه مهما مرت عليها عشرات السنين فضلت في مكانة خاصة جدا في ذاكرة كل اللي شافوها، سواء اللي كانوا محظوظين بمعاصرتها أو اللي استمتعوا وما زالوا بيستمتعوا بإعادة مشاهدتها لغاية دلوقت. لكن بين مجموعة كبيرة من الأهداف المبهرة اللي سجلها بيبو، في أهداف هزت مصر سواء لجمالها أو لقيمتها وأهميتها. يوم 21 مايو 1976 وفي المباراة النهائية لبطولة الدوري اللي كان من مجموعتين، سجل بيبو هدف تاريخي للأهلي قدام غزل المحلة باستلام فريد للكورة وتسديدة غير متوقعة تماما، ما قدرش الحارس غير انه يتفرج عليها. يوم 15 مارس 1985 كان معاد مواجهة إياب الدور الأول لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بين الأهلي ومستقبل المرسى التونسي. بعد فوز الأهلي 1-0 في الذهاب، الأهلي اكتسح ضيفه بنتيجة 4-0، والخطيب اللي كان راجع من إصابة وشارك كبديل في المباراة قرر يهز القاهرة كلها بهدف تاريخي. يوم 20 سبتمبر الأهلي واجه دراجونز البنيني في دور الثمانية لنفس البطولة، الأهلي كرر نتيجة 4-0 والخطيب سجل هاتريك، لكن بين أهدافه كان في هدف من طراز فريد جدا. لكن يوم 16 أكتوبر سنة 1987 كان يوم خاص جداً في حياة بيبو، لما الأهلي واجه أشانتي كوتوكو في سيمي فاينال كاس أفريقيا للأندية الأبطال، وسجل الخطيب هدف اعتبره أجمل هدف في تاريخه. روكسون أحمد روكسون. أهداف بيبو العظيمة ما كانتش للأهلي بس، واحد من أروع أهداف المنتخب المصري في تاريخه كان برجل بيبو بعد مرور خيالي بالكعب قدام المنتخب التونسي يوم 25 نوفمبر 1977 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1978. أسطورة حقيقية سابت بصمة في كل لحظة تواجدت خلالها في الملاعب. كل سنة وانت طيب يا بيبو.